بين فريق دفاع الحسن الجديد وفريق الكوكب الرياضي المراكشي. هنا الانطلاقه من البصمودي، كره اماميه ملعوبه، عبد الله وخطيره داخل منطقه العمليات، هدف اول مع انطلاقه اطوار الجوله الثانيه، وهنا ياتي اول اهداف مباراه اليوم. عبد الله لواء ممتاز جيد، مكير قام باستغلال خطأ دفاع قاتل، وأقل من دقيقة يأتي تسجيل الهدف الأول في مباراة اليوم، وكأنما ما طبخ وما سرد على مستوى مستودع الملابس يتم تطبيقه بصورة سريعة على مستوى أرضية الملعب. شوب اصطناعية الأخرى تشتعل على مستوى مدرجات هنا. إذن نتابع ونواكب أولى الأهداف، والدي من خلال المتابعة رفع للكرة، أولى الأهداف تحضر، أولى الأهداف تأتي في مباراة بين الدفاع الحسن الجديدي وفريق الكوكب الرياضي المراكشي. بطاقة صفراء يعني كانت موجودة أشرت في حق اللاعب